Assalamu uh, alaykum wa rahmatullahi Good evening. Uh, we will speak uh, in, uh, today in this uh, video about uh, some uh, genes uh, which is uh, tumor stimulating genes. tumor stimulator genes or tumor stimulating genes. Uh, these genes which uh, أو or coding or improve tumor growth in human body uh, هنتكلم النهاردة عن الجينات المحفزة لنمو السرطانات داخل جسم الإنسان والفيديو ده للناس اللي مهتمين بالجيناتيك انجينيرينج الهندسة الوراثية والجيناتيكس وعلم الجينوم الجينوميكس عامة وبرضو للمهتمين بالمولكيولار بيولوجي البيولوجيا الجزيئية وإن شاء الله في فيديوهات متتالية إذا لقيت الفيديو ده أعجب عجب الناس وطلبوا نكمل هنزل التيومر سبريسور جينز وهكمل برضو لان مش هي دي كل التيومر ستيميليتنج جينز وهنكمل في الجيناتكس والجيناتيك انجينيرنج وبرضو هنعمل فيديوز في الباي انفورماتكس فرجاء ان الناس تعمل سبسكرايب لو الفيديو عجبها وتعليقاتها اذا كان عجبهم او ما عجبهمش مش, مش مشكلة اكتب اللي انت عايزه ولايك like وكومنت اللي انت عايزه وشير لو عجبك واتمنى ان يعجب الناس ويقولوا رايهم ونقول بسم الله التيومر سيميرتينج جينز اول جين تعرفوا عليه العلماء في خلال المشروع الهيومن جينوم مشروع الجينوم البشري هو جين البي دي جي اف دي جي اف وده جين جروث كودنج جين growth coding gene تمام وstimulate uh, growth فاكتور فور uh, one of the brain tumors الجين ده بيعمل uh, stimulation لواحد من الفاكتورز اللي بتعمل stimulation لواحد من التيومرز بتاع البرين المخ uh, تاني جين اللي هو بي بي -E

Uh, salivary gland and salivary gland cancer. Uh, uh, number four, R et gene. Uh, this gene is uh, growth coding gene, and uh, its effect is it stimulates. Uh, it stimulates growth of factor. Stimulates a growth factor for thyroid gland cancer. Uh, uh, vita uh, Number five. Uh, R I R E S gene. This gene is stimulating. Stimulating messages coding genes uh, stimulates occurrence of lung cancer, uh, ovary cancer, colon cancer, and pancreas cancer. Uh, vita uh, number six in R A S gene. Uh, this gene is stimulating messages coding gene.

بيشفر uh, لتكوين uh, uh, transcript, uh, transcription factors for uh, transcription of uh, DNA uh, which cause uh, uh, non-controlled uh, work uh, for division of the cell. Uh, its effect stimulates occurrence of breast cancer, stomach cancer, lung cancer and leukemia. Uh, the VITA number eight, uh, in wise gene. Uh, gene. This gene codes for transcription factors also formation uh, and its effect stimulates occurrence of uh, nervous cell cancer. Uh, for example, uh, neuroblastoma uh, number uh, nine, in cancer. Uh, this gene calls for transcription factors formation uh, Its effect is uh, its stimulation uh, for uh, occurrence of lung cancer uh, Vita number 10 uh, PCL-2 uh, This gene calls for formation of uh, anti apoptosis proteins uh, oh, uh, This gene PCL-2 ده بيشفر لتكوين الانتي ابوبتوزيس بروتينز يعني ايه انتي بروتينز؟ هو في بروتينز اسمها ابوبتوزيس بروتينز الابوبتوزيس ده هو بيسموه بالعربي الموت المبرمج للخلايا يعني السيل بعد ما بتخلص دورها وخلاص بقى بتكبر وتشيخ فايه لازم تموت بتموت نفسها زي اي سيل في جسمنا زي خلايا الجلد اللي بتتقشر وهكذا يعني خلاص بتبقى حصل فيها ميوتيشنز كتير فلازم تموت فده بيسموه ابوبتوزيس ده نوع من الحمايه اللي خلقه ربنا في جسمنا عشان الحاجات الضاره الخلايا السيلز الضاره بالجسم تموت اوتوماتيك الابوبتوزيس ده بقى في حاله حدوث السرطان او الكانسر السيل ما ما بيحصل لهاش ديث مش بتموت ليه لان في حاله البي سي 2 ده لو موجود فبيحصل آه، انتي uh, اه يعني عمليه الانتحار او الموت المبرمج للسيل تمام البروتينز دي بتوقفها فالكانسر هي دي فكره الكانسر ان مفيش ابيبتوزيس في انتي ابيبتوزيس بروتينات تمام طيب, طيب. تعالى بعد كده السيل بي سي ال 1 اللي هي جين كوز فور سيلولار ستيموليتس ستيموليتورز اه البي سي ال 1 ده بيشفر او بي بي بيعمل كودنج للسيلولار ستيموليتورز ايه هي السيلولار ستيموليتورز السيلولار ستيموليتورز دي هي الحاجات المحفزات ان لبقاء السيل Cell دايما في حالة division اه الايفكت بتاعه بقى ايه؟ Codes for cycle information اه يبقى كده no control in cell division ولذلك هو ده برده الفرق بين الكانسر سيل والسيل العاديه السيل العاديه في كنترول على الفورميشن بتاع السيلول ستيموليتور وفي كنترول على الفورميشن بتاع السايكلين هنا بقى في حاله الكانسر بي سي 1 ده بيعمل بقى ايه مفيش كنترول بيعمل كودز على طول للسيلول ستيموليتورز والسايكلين باستمرار طيب تعالى بعد كده نمبر uh, 12 ام دي 2 جين this gene calls for suppressor proteins for تمام stimulates occurrence of breast cancer تمام uh, will, will heat cancer, will need cancer. Codes for suppressor proteins P53 formation. P53 ده بقى العالمي في عملية الـ فطبعا ده بيحمل ميوتيشن فبيطلع ده ابنورمال فده طالما ابنورمال يبقى ما ايه ال 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 السيل هتعمل ديفيجن بدون كنترول ويبقى ده ميوتي ميوتنت بي 53 وده كده يدمر الدنيا لان ده العالمي بتاع suppression ال بتاع الكانسر فده اي اي شخص يحصل عنده في السيز بتاعته ميوتيشن او طفره في البي 53 آه بأرض هشة لجميع أنواع الكانسر والتيومرز وبكده نكون خلصنا الفيديو البسيط ده وأتمنى آه يوصلنا فيدباك منكم في الكومنتات ولو عايزين نكمل آه، اوكي تمام ونكمل التيومر سبريسور جينز ونكمل آه، كل ما تم توصل اليه آه، في آه، اوروبا وفي امريكا عن الهيومن جينوم وكل جين موجود على الدي ان إيه وظيفته ايه وبيعمل ايه وبيكودنج الايه وستيموليتس إي ايه وسابريسس ايه تمام وإن شاء الله لا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله ونلتقي في الفيديو القادم